السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، اواشر مباركه سعيده على الجميع ان شاء الله. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. يوم ان شاء الله غادي نقدم معاكم سيتلات زوينين وخفافين وغير مكلفين، وراهم زوينين وخاصين خاصين الناس اللي ما كياكلوش الكفته، الناس اللي ما كياكلوش اللحم، الناس اللي ما كياكلوش الادام. ان شاء الله باذن الله غادي نقدمهم اليوم معاكم. عندي واحد قيمة بصلة، عندي واحد دريسات ديال التومات ثلاثة، عندي دجاجة غادي نديرها صاينة بحال هكذا، عندي مغسولة منقية، طريف ديال الزبدة، اللي ما بغاش هاي الزبدة يدير زيت العود، واللي ما بغاش لا زبدة، اللي ما بغاش نهائي اللي دم ما يدير شاي. عندي واحد رص ديال المعلقة ديال الابزار، وغادي نضيف عليها الملح على حسب الذوق، ما تكثروا شي بزاف. هاد الوصفة راها غزالة، اللي بغى يديرها زعما راها زوينه بزاف. غادي نضيف عليها واحد تقريبا ثلاثة د الكيسان ديال الماء مزيانين، غنضيف دابا شويه. غادي نضيف عليها ورقة موسى، وغادي نخلي الدجاجه ديالي تطيب، وغادي ندوز دابا معاكم الحشوه. درت دريسات ديال الثومه، انا ديما كنقول لكم ديروا القياس اللي عندكم، طريف ديال الزبده، كان عندكم القياس هكا لا غوسيت زايده، من طبيعه الحال غادي تزيدوا تكثروه هكا في المقادير باش تجيكم زوينه. غادي نضيف الملحه، دائما الملح، انا شي حوايج اللي كندير فيهم لي صوص مالحين دائما كنقص الملحه. غادي نضيف الابزار على حسب الذوق. هاد الوصفه كما قلت لكم غزاله، الناس ديال الريجيم. غادي نضيف الزويته، هنا غادي نضيف شويه زيت بزايد لنص كاس، ما عنديش كتر من نص كاس بالقياس، كاس ديال العنبه ديروا النص ديالتو. غادي نضيف شامبينيون واغ، شامبينيون الكحل اللي رطبته في الماء وغسلته وقطعته هكذا بهذه الطريقه، لان ضروري خصني نديرو يتحمر بحال هكذا يطيب باش يشرب ليا لاصوص مزيان باش يجيني لذيذ. غادي نضيف لي الشو، غادي نضيف القرعه، راني نسيت كنت باغا نضيف خيزو هو الاول ونسيت وضفت القرعه. نورمالمون خصني ندير خيزو عاد نتبع به القرعه، لكن انا نسيتو. هاد الخضيره ما تخليوهاش يطيب بزاف، ما طيبش بزاف، لا سوطيوها هكا، المهم ما طيباش ما خضراش، اغلبيه خليوها بين وبين. ضفت الخيزو ديالي كما قلت لكم، راني كان عليا نضيف خيزو رالي شو، لكن غنحاول كيفاش نوازن ما بيناتهم في الطياب باش ما نخليهمش يطيبوا بزاف. انا حكيتهم هاد الخضيره هادي حكوها هكا مزيان باش تجيكم زوينه. عندك المرق اللي بقى لي ديال الدجاج، طابت الدجاجه بقى لي عليها شويه ديال داك المرق، هو اللي غنبقى نروي به بحال هكذا. بني تنشف ليا المقله ديالتي، الخضره ديالتي، غادي نروي به باش ما نضيع حتى شي حاجه. غادي نضيف الشعريه الصينيه، الشعريه ديال الشينوا اللي الكل كيعرفها، رقدتها في الماء وقطعتها بالمقص. غادي نضيف صوص سوجا ثقيله، ما تكثروش بزاف كما قلت لكم على حسب الحشوه اللي عندكم. غادي نضيف ثقيله وغادي نضيف الخفيفه بجوج بيهم هكذا، باش انا قلت لكم الدجاجه ما كثرتش فيها الملحه، لان باش نمشي تجيني متوازنه الحشوه ديالي، تجيني متوازنه. الدجاجه ديالي هكا راها طابت بحال هكذا، راها طابت ولات زبده كما قلت لكم. الناس اللي باغين يديروا الريجيم هذه هي الطريقه، طابت الدجاجه ديالي، قطعتها طريفات كيف ما فسرت لكم. الا بغيتوا ما ديروش الزيت راه ما ديروش الزيت. عندي واحد القبطه ديال المعدنوس، ماشي القزبر، قبطه مزيانه قطعتها بهذه الطريقه هكذا، لكن غادي نطفي البوطه دابا صافي، نخلطو مزيان ونطفي البوطه لان ما خصوش يطيب بزاف كيفاش يتخلط، وتشرب لنا المقادير مع بعضياتها باش يجينا داك الحشوه لذيذه.
واللي بغى يضيف الحرور راه غادي يضيفها. عندي هنا جوج زلافات ديال لافارين، جوج زلافات بالقياس، ما عامرينش بزاف هكا مدكوكين، ما خاوين شاي. غادي نضيف عليهم جوج معلقات ديال مايزينا، النشا ديال الذره. راها هذه هي الوصفه على حقها والطريقه، وهذا هو السر ديالها باش كتجينا العجينه رطبه. غادي نضيف الملح على حسب الذوق، وغادي نخلط العجينه، ما تكون شي خفيفه ما تكون شي ثقيله، بحالها بحال العجينه ديال المسمن، لكن هي راه كتجي غزاله. هذه الوصفه هذه زعما انا زعما تبارك الله جات غزاله، جربتها وعاودت، ودابا ما بغيت زعما نحطها حتى نجربها وناكلها انا وعاد نحطها للمشاهدين ديالي. العجينه ديالي من بعد عجنتها، غادي نخليها ترتاح شويه، ما فيها لا خميره لا سكر لا حتى شي حاجه. جوج معالق ديال مايزينا هما اللي زايدين فيها فقط. صافي غنخليها ترتاح شويه ونبدا نطلق في العجينه ديالتي. قطعتها كويرات حتى ارتاحت، ودابا غنسرحهم على الطريقه بحال كنسرحوا المسمن عادي، لكن ما تكتروش فيها الزيت، شويه الزبده وشويه الزيت كديروهم، كتذوبوا الزبده وكديروهم في الزلافه ديالكم، وكتبداو تدهنوا شويه بشويه، ما تكتروش الزيت كيفاش تفرقوا المسمنه باش تجينا مورقه. هذه كما فسرت لكم الناس اللي ما كيبغيوش البريوات مقليين، كاينين الناس ما كيبغوش بسطيله عامره بالزيت، بزاف الناس كيبغيو شي حاجه خفيفه. هذه انا كما قلت لكم وجدتها خفيفه غزاله، والسر اللي فيها واللي عجبني فيها بزاف، وهو ماشي كما الورقه، منين كطيب تبارك الله كتجي مقرمشه وغزاله، واخا كتبرد ما كتخسرش، كتبقى هي هي، واخا تعاودوا تسخنوها او تاكلوها بارده كتبقى زوينه، ما كتبقاش داك العجينه ديالها قاسحه هكا كاين العواد، لا كتبقى غزاله رطبه زعما بحال هكا. الناس اللي ما ماشي بالضروري يمشيو الورقه، يمشيو عفوا يمشيو يشريو الورقه، لا يديروها زعما هكذا راه كتجي غزاله. عندي هذا المول هذا الطريقه هكذا، غير بشويه زعما راه سهله سهله بزاف باش غادي توجدوها، وان شاء الله مازال نقدم معكم الطريقه ديال الورقه في الدار. دابا بالمناسبه ديال هذا رمضان، الله يدخل علينا بالصحيحه والسلامه، رمضان جاي تبارك الله على الابواب، الانسان كيحتاج بحال هاد الوصفات هكذايا، علاش لا نديروهم. مازال ان شاء الله نقدم معكم عده وصفات ديال رمضان باذن الله، الا بقينا بالروح ان شاء الله. غادي نعمر بهالطريقه هكذا، صدقوني زعما واخا نعين نقول لكم زوينين لذادين، ما غاديش نقدر نوصفهم لكم كما هما. الصراحه هي هادي، غير خذوا الوصفه كما هي وطبقوها بالعجينه بالحشوه بكل شيء، زعما راها غتجيكم زوينه ما عمركم غتستغناو عليها. العجينه كنهزوها هكا طرف بطرف غير بشويه، ونعاودوا نلصقوها على اختها، واخا يبقى لكم شي طريفه كيتقطع لكم شي طريف، حاولوا تجروا غير العجينه مع الاطراف وتسدوها، وراها كتجي زوينه. صافي كنستمر بهذه الطريقه هكذا حتى كنكمل الحشوه ديالي والعجينه ديالي، وعاد كنخشيها في الفران طيب ان شاء الله. صافي كتقلبوا هكا، كتقلبوها ديريكت في الطبسيل، انا كملتهم. كندهنهم شويه ديال البيض، البيض ديروا فيه يا شويه ديال الحليب يا شويه ديال الماء. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال البسيطلات صغارين، وكنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم عفوا بالصحه والراحه. والى عجبكم المحتوى ديالي ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك، وكنشكر الناس بزاف بزاف اللي كيدعموني.